صادف السابع من هذا الشهر الذكرى 15 لاندلاع الحرب الأفغانية، بيد أن المواطنين الأفغان ما زالوا يعانون من ويلاتها حتى بعد مرور 15 عاما. وأدلت وزارة الدفاع الأفغانية يوم الجمعة بتصريحات قالت فيها إن قوات الأمن الأفغانية وجهت الهجمات على طالبان وقتلت ما مجموعه 64 مسلحا تابعا له منذ السادس من هذا الشهر حتى الآن، بما فيهم قيادي بارز في مدينة قندوز. إضافة إلى ذلك، قامت بهجمات أسفرت عن مقتل 9 عناصر من قوات الأمن الأفغانية. يذكر أن طالبان شن هجمات شديدة في الثالث من هذا الشهر على مدينة قندوز واحتلت أجزاء منها، لكن قوات الأمن الأفغانية استعادت السيطرة على مدينة قندوز.